جسر المحب انهار، دار الزمان ودار وجسر المحب انهار، وكلمة أنا قصر انبنى فوق الجمر والنار في حي المزار. طمع وجاره مرتشي وغشاش وحاله منتشي، نصاب وقلبه عالبلد ابليس من فرحه غشي. هذا علي هذا انحدر، هذا غني هذا انكسر، وانكشفت الأسرار في حي المزار. شو قيمة الإنسان لو ضيع الإنسان؟ شو قيمة الإنسان لو ضيع بعدي يجي الطوفان؟ شو قيمتي وحدي أنا وبعدي يجي الطوفان؟ هذا عيني وهذا انحدر، هذا غني وهذا انكسر، وانكشفت الأسرار في حي المزار. يا أهل الدار هذا زمن غدار، ضموا الأيادي عالأمل وطفوا لهيب النار في حي المزار، في حي المزار، في حي المزار، في حي المزار، في حي المزار. صلاح اسمعني وفتح أدنيك كويس لتفهم كلامي. أنا ما انفصلت عنك لسبب واحد. لأني جوزك ولأنه الطلاق بإيدي أنا. هذا الطلاق اللي ما راح تحلمي فيه بحياتك. لا، ما هو هذا السبب. أنا بقدر أنزل على المحكمة وأتنازل عن كل حقوقي وبحصل على الطلاق فورا، هاي ما هي مشكلة. أنا مخليتك عندي هون بالبيت لأحافظ على سمعة الأسرة. ايوه، مشان السمعه. اي نعم، مشان السمعه، مشان ما نتبهدل بالحاره ويحكي بقصتنا الرايح والجاي، لحتى ما احرق قلب ولادي لما بدهم يعرفوا عن سبب طلاقنا. انا خليتك هون بالبيت وفضلت اصرف عليك لاحافظ على الاسره وسمعتها، بس اذا بدك تضل تجيب لي بنات على المكتب وتنزح السمعه، ليش اضل محتفظه فيك؟ بسيطه، لأني جوزك وأبو ولادك. صلاح، إذا بكرة ما بتطرد هالبنت وبترجع أبو صبري على المكتب لتجي على البيت، خليك عايش بالمكتب، أنا فوراً أرفع دعوة تفريق. هذا إنذار جدي وعم بقصد كل كلمة فيه. لك خلص بقى، ها قعد زعتيلي مزاجي. إف، العمالة العيشة اللي معيشين فيها بهالبيت هذا إيش هاد؟ إذا مو عجبتك العيشة بهالبيت تفضل انقلع منه. أمم
فيتور ايش بك؟ ايش بك اني اخذتي انت الكلام كمان جد كثير زياده عن اللزوم؟ ايش بك؟ مو عيب على واحد مثل سنك يتصرف مثل المراهقين؟ ايه خلص خلص ما عارف فيها يروح حطينا لقمه اكل ناكل ايه يلا خلص ولك نفس كمان تاكل؟ صحي انك عديم الاحساس ايش بتريدي يعني خيتو ايش بتريدي اموت من جوعي يعني خلاص ما حطينا لقمه ناكل ناكل وننام لنا ساعات زمان ايه يلا يا صبر ايوب لا اقدر اتحمل على العيشه مع واحد مثلك لا خيتو هلا كمان لقمه الاكل بتطعمين اياها بدها تدخل على معدتي مثل الزهرمان مثل السم خلص بقى بهيره لفي بقى روحي حطينا لقمه اكل خيتو يلا ابوس وجهك دير وبعدين روحي ايه ماك وشك ما لا العيشة معك العمى حي بسبع روس وداد قاتلي على القتالة اللي صارت بينك وبين ماما يرضى عليك يا ابني لا تفتح لي هالموضوع بتضايق ما هيك اللي حس بقلبي موقف اخوك هاني ايش بو اجى لعندي على المكتبة وحط كل اللوم علي حضرته بده يعني اضرب امك كفين وسكتها وهددها بالطلاق اذا بترفع صوتها علي هلا هذا الحل برايه هيك بده اخوك المحترم هاني كل ما تعلم وتثقف طلع درجه لفوق اراءه عم تتغير وعم تتبدل وعم يبدا يستخف باهله واهل حارته وبكل المفاهيم اللي ربينا عليها يا ابني مع كل اسف مع كل اسف بس اللي حرق قلبي أكتر إنه هاللوم القاسي والكلام الجارح طلعوا من ابني ابني البكر اللي حاطط كل أملي فيه عم انتظر تخرجه ورجعته لحلب كل خير وسلام أستاذ أيوب أهلين حمدان إيش في خيوب الشيخ حامد كلفني بلغك انه بكره عقب صلاه العشاء يريد يشوفك بالجامع خير خير عجب ايش بده مني والله بكره تعرف طمني استاذ ايوب العائله ان شاء الله بخير بنقول ان شاء الله الله يقومها بالسلامه الله يسلمك يا حمد يلا السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله يا رب أطعمتنا من خيرك لا تحجنا لغيرك إن شاء الله صحة وهنا بابا وهلأ بعد ما أكلت بالهنا أنا رايد أفتح معك موضوع صغير بخصوص ماما قول يا ابني بس لا تحط كل اللوم علي مثل أخوك هاني ها يا بابا رأيي المثل الإناء الكبير بيسع الإناء الصغير وإنت كبير يا بابا كبير بقدرك كبير بمقامك وكبير بذكائك صدقني يا ابني عم حاول تحاشى الصدام مع أمك بس ما عم أنجح أمك نكدية بتطالع المشاكل من تحت أظافير إيديها يا بابا ماما بتعصب لما بتشوفك فايت على البيت بتحط الكتاب قدام عيونك وما عاد بتحكي معها أنت كمان ضد القراءة؟ لا يا بابا أنا مع القراية لأنه بتوسع مدارك الإنسان وبتزيد ثقافته إيه بس يعني بس إشو؟ بس ماما بعد تعب طول النهار بدها منك لما بتفوت على البيت تحكي هيك معها كلمتين حلوين حديث ظريف صغير يحسسها بأهميتها عندك عبارة فيها مجاملة لطيفة يرطب خاطرها يعني أنا مقصر معها ما هيك؟ أنت وقت كنت شاب كنت تعمل هيك لما كانت ماما حلوة صبية أمورة وعسروش خيلة بس الظاهر هلأ إنه كتبك الأدبية نسيتك أحاديثك الظريفة مسامراتك اللطيفة أرجوك يا بابا أرجوك ترجع أيام زمان وأنا واثق إذا رجعت أيام زمان هالخناقات كلياتها هي راي تخف إن ما كان رح تنتهي خلصت الغداء؟ سمعنا كلمة حلوة بابا سمعنا كلمة حلوة أرجوك إيش عم بتبتبت بإذن أبوه؟ أقلّا؟ إيش قلت لي على أكلي أقلّا؟ قال لك أكلي ما طيب ما هيك؟ بالعكس بالعكس يا أم هاني الطبخة اليوم تاخد العقل يسلموا الإيدين اللي طبخوها سمعاني ماما سمعاني الاعجاب والتقدير حقك علي يا ام هاني اذا ضايقتك شوي اليوم الصبح بس خلاص بوعدك اني عاونك بضب الاغراض ابو هاني انت ايش غيرك
تذكرت السنين الحلوة اللي قضيناها مع بعض يا أم هاني. قلت لحالي عيب يا أبو هاني تزعل مرتك الغالية اللي ضحت بعمرها وفنت شبابها من شانك ومن شان أولادك. طالما بلش الحديث الناعم بيناتكم فخلوا العزول يروح ويخلي لكم الجو. عيب يا أبي إيش هالحكي؟ خليني أروق أغلي له فنجان قهوة لأبو. الله لا يحرمني هالديات يا أم هاني. عجيبي عجبك هيك؟ إيه مو أحلى إنك تشرب فنجان قهوة هيك عروة؟ أحلى أبو هاني. يسلموا هالإيدين يا ابني. يوب ما قلت لي بعدين طلبت أميرة من أبوها؟ إيه طلبتها. من إيمت؟ من شي أسبوع. وإيه جاوبوا؟ قال بده يدرسوا الموضوع. نحن وهن ولاد حارة واحدة وانت معروف منيح وما في داعي يسألوا عنك. بقى اينا موضوع اللي بدهم يدرسوه؟ ايش قصدك؟ الشغلة واضحة. لو بدهم يعطوك البنت كانوا جاوبوك من تاني يوم. قصدك يوب شيل هالبنت من راسك. في 100 بنت غيرها وبتناسبك اكتر. لا يا ابني لا، انا هالبنت بالذات عجبتني كتير وداخل بمزاجي، ولو بدي ادفع فيها نص ثروتي بدي اخذها. ليش الشغلة شرية زيت ولازم تحصل عليها؟ ولك ابني اذا متضايق لانه ابوك بده يتجوز قبلك اطمن، بس يستقر وضعك بالدكان تبدأ تشتغل منيح رايح اجوزك وافرح بخلفتك باذن الله. وصلت غيرتك يا ابني؟ يعني ابوك ما بصير يتنعم ويشوف حلاوة الدنيا مرة تانية؟ لا نشكر الله اليوم صحتك احسن. لا الحمد لله، الدوخة ووجع الراس خفوا كتير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ابني. ايه هلا كنت عند الطبيب وقال بدي طالعك اليوم. صحيح. وكتب لي وصفة طويلة عريضة وقال لي كل هالدواء ما بينفع مرتك اذا ما ريحت حالها، يعني جهده تعب ما بقى فيها صالحه. وعلى مين بدي اترك شغل البيت؟ رجعنا لنفس النغمه. اجت امكم يا بنات. اشتقنا لك كثير ماما. الحمد لله على السلامه ماما. الحمد لله على سلامتك ماما. تبركي شوي جنب البحر؟ لا وعلى تختي برتاح. طيب تعي ماما تعي. اجت ام محمود وبدها روبة، قال اذا ما خلصتي ليال اليوم بدها تزعل مني. تمام. لك انت كيف بتحكي هالكلام قدام ماما؟ ايش فيها؟ احكي لي لشوف يا ابني. شلون شغلك عند استاذك؟ الحمد لله ماشي الحال. وهلا شقد باقي لك فترة تدريب؟ يعني تقريبا سنة ونص. الله يطعمني يا ابني. أشوفك محامي ناجح وعندك مكتبك الخاص. قربت قربت بإذن الله. يوب أنا في موضوع رايد أحكي معك. خير يا ابني. أنا من وقت ما تسرحت ورجعت على الحارة وأنا عم بسمع من الناس اللي انصدموا بنتائج حرب حزيران عبارات بتخوف، كلها خيبة وخنوع واستسلام. حرب حزيران يا ابني صابت الناس بالذهول وأفقدتهم التوازن والثقة بالنفس. إيه بس هذا الشيء ما لازم يصير. الناس لازم دائما يضل في عندها امل. خسارتنا بحرب حزيران كانت مؤامره، ومع هيك نحن ابدا ما لازم نستسلم. معك حق يا ابني، خساره العرب الحقيقيه اذا فقدوا الامل باسترجاع اراضيهم. مشان هيك يوب انا فكرت بما انه انت عندك ثقافه تراثيه وقريان كثير عن امجاد وبطولات العرب، فليش ما بتروي لرواد القهوة عن حكايا العرب، عن بطولاتهم، عن الانتصارات والفتوحات اللي حققناها عبر التاريخ، وساعتها ترفع معنويات أهل الحارة وبتزيل من صدورهم كل علائم اليأس والإحباط. معقول، فكرة عظيمة. وهي شهر رمضان قرب
وهالفكرة هي ممكن ننفذها بليالي رمضان بعد صلاة التراويح، لأنه بيكون وقع النفس أشد وأبلغ. خانم، هي الأنسة اللي شغل عنده صلاح بيك. والله يا خانم ما غلطت ولا عملت إشي يزعل صلاح بيك، ومش عارفة ليش فصلني اليوم من الشغل. والله البنت حرقت قلبي كل الطريق وهي عم تبكي. وانت ليش زعلانة كل هالقد؟ مثل ما لقيتي شغل عند جوزي بتلاقي شغل عند غيره. كل المكاتب التجارية بدهم واحدة عندها خبرة وبتعرف تدرب على الآلة الكاتبة. أنا مبتدئة، أنا صار لي شهرين عم بدور على شغل لوقت ما قبل صلاح بيك يشغلني عنده، ومبارح كان ممنون مني كتير ووعدني إذا كنت شاطرة ونشيطة يزود لي معاشي. ليش بيشتغل أبوكي؟ نجار. كم أخ إلي؟ 10، 6 بنات و4 صبيان. ليش أبوكي ما عنده شغل غير يفرخ ولا؟ أبوي قال لي إذا اشتغلتي وغطيتي مصاريف الجامعة بتتابعي دراستك، وإذا ما اشتغلتي بقدرش أصرف عليكي. يا بنتي، أنتي ما غلطتي ولا أخطأتي بالشغل. ليش فصلني لك؟ أنا طلبت منه هالشي. طيب ليش قطعتي رزقي؟ حرام عليكي، أنا ما أسأت إلك بإشي. أنا فصلتك لأحميكي. تحميني؟ تحميني من مين؟ انسي هالموضوع، أنا رايحة أساعدك وأدور لك على شغل. الله يخليكي، احكيلي مع جوزك صلاح بيكي، رجعني لعنده على المكتب. لا، أنت بدك تشتغلي في محل تاني، وأنا هلأ بعطيكي 2000 ليرة مشان تغطي فيهم مصاريف الجامعة وتشتري الكتب اللي لازمتك لبين ما ألاقي لك شغلة مناسبة. متشكرة، أنا ما باخد صدقة من حدا. هاي مساعدة إنسانية. عيب يا بنتي، الخانم قلبها طيب وبتحب تساعد كل الناس. آسفة يا ست بهيرة. طيب اعتبريهم دين وبترجعي لي إياهم لما بتشتغلي. كتر خيرك، أنا مش جاي لعندك لأطلب مساعدة، عن إذنك. سيام استني. أنا عجبتني عزة نفسك، لهيك بدي أتصل بصديق إلي صاحب شركة محترم يشغلك عنده أو في أي مكان تاني مناسب. خدي رقم تليفوني من أبي صبري أو أعطيه عنوانك لبين ما ألاقي لك شغلي. ما قلت لك الخانم قلبه طيب وكبير؟ صحيح هتلاقي لي شغل؟ أنا وعدتك وريحة أضل عند وعدي. أنا بكرة مسافر. لك ابني للحقنا نشوفك ولا نشبع منك. هاي صرت 8 أيام عندكم، ما بيكفوا؟ ما حسينا فيهم، ما دوا مثل لمح البصر. ليش هاني مانك جاي على العيد؟ رح أكون مناوي. لك إمتى نشوفك مرة ثانية؟ تركيها على التيسير يوم. خير يا شيخ حامي، خير يا شيخ. قال لي حمدان انك رايدني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ان لم تفعلوا تكو فتنه في الارض وفساد عظيم. خير يا شيخي، هل تقصد ابو وضاح؟ وهل طلب ابو وضاح يد احدى بناتك؟ اي نعم، وهالموضوع لسه عم ندرسه. ما أنا بصدده هو موضوع فتحي. فتحي؟ إيش هو فتحي؟ قل لي، هل لك اعتراض عليه؟ لا أبدا. لما إذن لا توافق على زواجه من ابنتك الكبرى؟ الرجل جهز نفسه وهيأ داره لاستقبال عروسه. والله يا شيخي ما عم بعرف إيش أقول لك. فهمت أنك في عسر الآن. الحياة صايرة صعبة يا شيخي، والمرأة مرضانة مثل ما بتعرف. وأنت تعتمد على ابنتك الكبرى بما تكسبه من الخياطة في تغطية مصروفاتك. إيه نعم، شيء عم يحرق قلبي.
أنا أمنيتي أجوز اليوم قبل بكرة. كن عادلا يا أيوب، ولا تحمل ابنتك فوق طاقتها، ولا تلقي عبء منزلك على ابنة واحدة. زوجها يا أيوب، زوجها كي تدعو لك باليسر فيرزقك الله من حيث لا تعلم. أعطي وعدا يا أيوب بأنك فاعل. أمرك يا شيخ، أمرك. الأمر لله وحده. أستاذ أيوب الله يخليك، أعطيني إيد الشيخ حامد لأكسب أنا كمان بركات ودعوات الصالحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام والسلام. هذا أنت يا عباس؟ أيوة شيخ حامد. يبدو أن لك حاجة ملحة حتى جئت اليوم إلى المسجد. أنا بدي رضاك علي شيخي. الرضا رضاء الله يا عباس. أنا طيب بركاتك ودعواتك الكريمة يا شيخي، بلكي الله سبحانه وتعالى بيستجاب لدعوتك وبفك عقدتي. لا يحتاج من يلجأ إلى رب العباد إلى واسطة بينه وبين خالقه. ابسط يدك إلى السماء وادع لنفسك من قلب مؤمن مفتوح، يستجب لك رب العالمين. شيخي أنا صار لي بتجوز 10 سنين وصار عمري 45 سنة، ولهلأ ما نعم علي ربي سبحانه وتعالى بطفل يخلفني ويحمل اسمي. يا بني توجه إلى ربك بالدعاء ولا تقنط من رحمته وكرمه، ثم اذهب أنت وزوجتك إلى الطبيب فتعالجا، إن الله خلق لكل داء دواء. شيخي مرتي مؤمنة، إنك ولي من أولياء الله الصالحين، وعندي اعتقاد راسخ إنك يعني لو كتبت لها حجيب وحطته بصدره رح الله سبحانه وتعالى يكرمها الطفل. أنا لا أكتب حجابا على قصاصات من ورق لا تغني ولا تنفع. شيخي أرجوك ما تردني خايب، مرتي مصرة أجيب لها حجيب منك. يا سيدي وأنا جاهز لا أدفع لك المبلغ اللي بتطلبه مني. أستعين بالله عليك وعلى زوجتك، اخرب عن وجهي يا وجه، اخرب. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله. خير يا شيخ. ربي اغفر لي ما بدأ مني من هياج وغضب، لا حول ولا قوة إلا بالله. شو زعجك بشيء الأستاذ عباس يعني؟ لقد أخرجني عن طوري رجل سفيه. أستغفر الله. ربي اغفر وارحم. طول بالك. ربي اغفر وارحم. طول بالك يا شيخ. طول بالك يا شيخ. ربي اغفر وارحم. أستاذ عباس. أستاذ عباس. مين؟ إيش بدك مني؟ لا تخاف. مين أنت؟ أنا شاهين رفيق لبرهو. ومين هذا برهو؟ هو بيعتني لعندك، من شوي شفتك عم تتقتل مع الشيخ حامد وما قدرت أحكي معك. ولك بدي برهو، فهمان علي، بدي برهو ضروري جدا جدا. جايب لك المعلوم. صنف جديد بالشغلة بتطي العقل. قل له لبرهو خليه يجي الحارة لحتى ما تضل التهمة اللي لبسته، وبلكي يعني نوصلهم عنتر أبو بكري. وين أستاذ؟ وين حق المعلوم؟ قل له لبرهو يجي وأنا بحاسبه. إيش بك أيوب؟ ما في شيء. لكن ليش كل هاد زعلان؟ تركيلي بهمي. قل لي لأشوف، إيش كان بده منك الشيخ حامد؟ قال لي كلمتين قاسيات، منيت لو الأرض انشقت وبلعتني. وإيش قال لك؟ قال لي ونبر الصوت وكله لوم، لا تحمل بنتك فوق طاقتها ولا ترمي حمل البيت على بنت وحدة. أخذ مني وعد أجوز سامية. وليش كل هاد متضايق؟ أنت بتعرفي البير وغطى؟ ولا يهمك، بكرة أنا الله بيلبسني توب العافية بقوم على الخياطة. سامية فعلا صار لازم تتجوز، نحن جرنا عليها كتير، جوزها ما عاد يصبر أكتر من هيك. الله يقدم فيه الخير. بدي قوم. قوم يلا روح على القهوة، بركي بتغير شكل. إجا أبو هاني وسأل عليك. في حدا بيعرض على الشيخ حامد مصاري؟
لك حضرته رفض يكتب لك حجيب، قلت يعني يا غريب المال. الشيخ حامد ولي من أولياء الله الصالحين وما بعمله أخذ قرش من حدا. يا ستي هذا اللي صار، ومشان نرضي سعادتك يا أكلت بهدلة من الشيخ حامد عمري ما راح أنساها. كان أملي الشيخ حامد يكتب لي بهالحجيب كم دعوة من دعواته الصالحات وأحطه بصدري. طيب أدور لك على شيخ تاني بيقبل يكتب لك حجيب؟ لا، إذا ما كان الشيخ ولي من أولياء الله الصالحين مثل الشيخ حامد ما بستفيد من حجيبه. إيه لك أروحي مرة تانية لعند الداي، بلكي يعني بتعطيك شي علاج. رحت لعند الداي وقالت لي ما فيني شي، روح أنت لعند شي طبيب وفحص حالك. وهو علينا، رجعنا لهالنغمة، قلت لك أنا ما فيني شي، كل العلي منك. لا، مو مني، روح وفحص حالك. أنا جسمي مثل الليرة الذهب سليم. نعم، وش شايفتيني مهرهر وظهري منحني ومالي قادر أمشي؟ يا أنا جسمي أقوى منك بألف مرة. وهالشي اقترحه علي ابني ممدوح. والله كلام ابنك ممدوح معقول. كثير من أهل الحارة بعد الحرب انهارت معنوياتهم وضعفت ثقتهم بالنص. فعلا. تعال احكي مع أبو بكر بهالموضوع ونحاول نقنعه فيه. ومن الله. يلا. يلا يلا يلا. زفاها. لحظة ايش في خيو؟ ايش في؟ ما عاد شفت؟ شوي بس ارمي لي هالزار لشوف. ايه ها؟ معك حق. لو كان معك عنتر بالجداد ما راح يطلعك معي. خسارة. ها شوف واجهك علي. حظك مثلي الصخر. ليش لا يا استاذ ايوب؟ الحكواتي ايام زمان كان يحكي حكايات لزباين القهوة عن عنتر والزير سالم وجب فيهم الحماس، وهلأ أبو هاني بيحكي حكايات عن أجدادنا بيخلي أهل الحارة تعتز وتفتخر وترفع راسها بأبطالنا العرب. بارك الله بوطنيتك يا أبو بكري. لك تسلم يا أبو بكري، تسلم. قد المصايب والضاح، بعد جمع جاي أخذ بقية الصابونات بإذن الله. إن شاء الله. تمام تمام، تخرجوا من هنا ان شاء الله. الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمه الله. سكر دكانك ابني والحقني على البيت، خلينا نتغدى وننمنا شي ساعه. طيب يوب انت روح وانا لاحقك. لا تاخر. قعدت تتحرك سكين بطارك. ها ايش بدك؟ لا طالع المصاب من جيبتك ناولي اياهن. عبقل لك طالعن احسن ما غزك بالسكينة. ها نيالك يا فتوح، عندك وقت للراحة. اهلين عنتر عيوني. الدنيا شوف، رايح اتغدى وانا ملي شي ساعة. ولك حرامي حرامي، انتو الحرامي انتو الحرامي حرامي. وطاح الحق الحرامي. ها تعال ورا يا عنتر، ورا تعال ورا يا رب اني بقتله. ها لا 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 بعد عنه نحن نمسكه. يا رب اتركني اياه، انا عونا فيه منكم. يا رب طول بالك. يا رب 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 يا رب. اتركن اتركن يا عدول هالحرامي. خليني اسلم على الشرطة. اهرب يا اخي اهرب يا رب اهرب. لك يا رب الشرطة بتجيب واحد ولا بتقطع السابع ارض. شفتوا ايش سوى في ابو وضاح؟
إما انتقمت منكم يا كلاب ما بكون أنا براهم. وانتوا يا أهل الحارة اللي وقفتوا تتأرجوا على ضربي راح تدفعوا الثمن غالي كتير. أنا وانتوا والزمن طويل. أبو وضح شجاع وقوي ما بيخاف من حدا. أبو وضح انصاب بإيده، أنا شفت الدم عليها، بس قدر يضربه بإجره على خاصرته بيرميه على الأرض. بعد هالقتل الماجني ما بعتقد بره يتجاسر ويقرب على هالحارة. أبو وضح خلصنا من واحد أزعر وسخ. مساء الخير أبو رمزي. أهلين أستاذ ممدوح. الأستاذ هشام أجا؟ إيه إجا إجا وأعطاني إضبارتين وحطيت لك إياهم على الطاولة. طيب ساوي لي فنجان قهوة الله يخليك. على عيني أستاذ ممدوح. إيش في؟ الأستاذ هشام عين سكرتيرة وقال لي حط لنا طابلة صغيرة عندك بالمكتب. عندي؟ ايه عندك، والبنت خام ما عارفة شو بتشتغل. ليش وظفها لكان؟ أكيد حدا موصي فيها. يعني بنت لزقة وحطها عندي بالمكتب. البنت مسكينة متلبكة وما عارفة شو بدها تساوي. طيب ساوي لي فنجان قهوة. على عيني وراسي. مساء الخير. حضرتك لعينك الأستاذ هشام؟ آه. طيب إيش رح تشتغلي عنه؟ بعرفش. ليه توظفتي لكان؟ لا أشتغل. طيب تعرف الدي ار اللي كاتبه؟ لا، بس الاستاذ هشام قال بده يحطني الصبح اتدرب في مكتب لاتعلم الدي ار اللي كاتبه. ظاهر انه حضرتك مداومة كتير لحتى الاستاذ هشام عم بتوصف فيك بهالشكل. الله يكثر خيره ويقدرني ارد له هالمعروف. من لهجتك مبين مانك حلبيه. انا فلسطينيه. ايش بيشتغل ابوكي؟ نجار. طيب معك شهادات؟ اخذت السنه البكالوريا وانتسبت لكليه الاداب ورد اشتغل لاغطي مصاريف الدراسه. عال عال. تفضل استاذ ممدوح. الله يسلم الديات. الله يسلمك. ابو رمزي ساوي لنا فنجان قهوه للقاسي. ايش قلت لي اسمك؟ سهام. للقاسي سهام، تفضلي تفضلي. بلاش قهوه. انسي سهام، ما في داعي لكل هالارتباك. انت صرتي واحدة منا وفينا يعني موظفة بالمكتب، بيطلع لك تشربي قهوة شاي امتى ما حبيتي. متشكرة. ها شو بتحبي قهوتك انسة سهام؟ سكر قليل. على عيني. انسة سهام ولو سؤال بايخ، بس ممكن اعرف مين وصبتك عند الاستاذ هشام؟ الست بهيرة. الست بهيرة؟ زوجة الاستاذ صلاح نصرت، طلعتني من مكتبه وتوسطت لي عند الاستاذ هشام. عشان يشغلني عنده. طيب ليش طلعتك عن جوزة؟ بعرفش. ممكن تعطيني اي عمل اقوم فيه؟ شايفش قد طلع حلو هالروب؟ حلو كتير، ركز منيح على صاحبته؟ اطار عقل عليه، وقالت لي رح تبعت لي نسوان تانيين لاخيط لهم الرواب زهرة. الله يوفقك يا بنتي، ويسعدك بالدنيا والاخرة. شلون صارت خواصرك على الادوية ماما؟ الألم خف بس قوتي ضعفاني وعم بتعب قوام. ماما أنت لازم ترتاحي، ما لازم تتعبي حالك. وعلى مين بدي أترك الشغل؟ خواتي خليهم يتحركوا، حاجتهم كسل. سامية فتحي شكا أبوك للشيخ حامد. إيش عملنا معه غلط؟ لأنه ما عم نجوزك يا إذا ما عاد يصبر خليه يدور على وحدة تانية. لا يا بنتي لا، أنا وأبوك قررنا نساوي عرسك بعد عيد الصغير. ماما أنا ما بتجوز إلا بعد ما تشفي. لا يا سامية بكفي، أنت ضحيتي كل هالسنين، صار لازم تروحي لبيت جوزك. وأتركك وأنت مرضانة؟ أنا إلي ربي ساعدني وبيقويني. ماما أنا مستحيل أتركك وأنت بهالحالة. يا بنتي الناس ظنة إنه نحن ما عم نجوزك لأنه عم نكسب من ورا شغلك بالخياطة، وأبوك تألم كتير لما قال له الشيخ حامد يجوزك. الشيخ حامد طولي أمري. أبوك وعد الشيخ حامد يجوزك، والشيخ حامد مقامه كبير وله احترام وكرامة عند كل أهل الحارة، وطلبه ما بيجوز يرتد. أجي أشرب قهوة؟ هلا هلا؟ يلا يلا جاي فورا. يا سامر
تعال دير بالك على الدكان بغيابي، انا طالع اشرب فنجان قهوه عند خطيبتي، اذا اجى له شي زبون احلق له. ليلى شعره معلق؟ تحلق له شعره؟ تحلق له يعني تصرفه. عمرك معلم راح اصف لك كل زبون اشرب القهوه على رواق. ما شاء الله صاير نبي، ان شاء الله عقبال عندك سيك. الله معك. عروبة شلون امك؟ والله ضل بالي عندها. ضل بالك عندها ولا عم تسوي مرض امي حجة لتحكي معي؟ يا عروبة نحن جيران واكثر من اهل. بعد عني. عروبة انا انتسبت لكلية الاداب قسم اللغة العربية، وان شاء الله انت يا رب بتاخذي البكالوريا وبنصير زملاء بقسم نفسه. قلت لك بعد عني. عروبة انا كتبت قصيدة بس ما رايح الحنها لبين ما تعطيني رايك فيها. وانا ايش دخلني؟ انا القصيدة كتبتها لك. نديم ان ما بعت عني رح اشكيك لابوك. ها طيب انا حطيت القصيده مع رساله لك بقصه زينب، انا رايح عند عمه وهاني يعطيها، انت استعيريها من عنده. الله ايش قد لذيذ شرب فنجان القهوه معك يا سامو. اجيك اليوم الصبح واشرب عندكم القهوه؟ فتحي انا زعلانه منك. لك خسر ما عاش اللي بتزعلك. قولي لي بايش غلطت معك انا لحتى اصالحك فورا، انا ما بيهون علي ازعلك ابدا ابدا. ليش حكيت الموضوع انا مع الشيخ حامد؟ هلا هاد اللي مزعله؟ ايه انا حسبتك رايي تفرحي لانه الشيخ حامد بشرني بانه اخذ وعد من ابوك لنتجوز باسرع وقت. يا فتحي ارجوك تقدر ظروفنا. لك ايش ظروفكم؟ انتم بالف خير والحمد لله. بس ماما مريضه. لك بعرف انه مريضه وبعرف انه مرضها ما منه شفاء. ايش هالحكي؟ خيتو ما في داعي نخبي على بعض. أنا سألت الدكتور لما كانت أمك بالمستشفى وقال لي كلاوية معفسة وخربانة ومرضها ما منه أمل طاول. ماما بحاجة لمعالجة وأدوية باستمرار. ضروري ضروري طبعاً، لكن أنت لازم تعملوا اللي عليكم والباقي على الله. يا فتحي فهمني، راتب بابا ما بيكفي لمصروف الأدوية والبيت. هلأ فهمت، يعني مصراتك اللي بتطالعيهم من الخياطة بدك تعطيهم لأهلك؟ فشلون بدك اياني اتركهم وهن بهالحاله من الضيق؟ دي وبركي امك طولت بهالمرض، بجوز نحن بعشر سنين ما بقى نتجوز، انا ايش بسوي بحالي؟ يعني عم تتمناها تموت لتفرح بجهزتك؟ لا ما هو هذا قصدي، لا. ايش قصدك لكان؟ يعني قصدي نلاقي حل، ما هو معقول نربط جهزتنا بكلاوي امك بقى؟ شايفه؟ شايفه اختك كيف مرت من دون ما تسلم علي او حتى تقول صباح الخير؟ ما تدقق علي. دي سامو نرجع لكلامنا، نحن لازم نلاقي حل لمشكلتنا. ها ما معقول نضل هيك من غير جازة. طالما البابا وعد الشيخ حامد فما بقي قدامي غير حل واحد. أنا موافق عليه بس نتجوز بقى. أرجوك تسمعني منيح قبل ما تعطي موافقتك. دي احكي بقى احكي. إذا تجوزنا أنا بدي أضل أشتغل بالخياطة وأنا عندك. إيش عليه؟ المصرات اللي بطالعهم أنا من الحلاقة، على المصرات اللي بتطالعيهم من الخياطة منعيش ملوك. يا فتحي فهمني فهمني ولا تكون أناني. أناني؟ أجرة الخياطة رح أعطيها لأهلي كلها؟ إيه كلها. بس هذا حقك يا سامو، تعب عافيتك وإنت لازم تستفيدي منه. أنا ما ممكن أترك ماما من دون علاج وأدوية. خيتو أعطيهم شوي من المصرات وصرفي الباقي على حالك وبيتك. يا بتقبل أعطيهم كل شيء يا بلا هاي الجازة. لك إيش بك؟ لا تحطيني بخانة اليك سامو. لأول شرط آخرته رضا. طلعي فيني خيتو، نقسم البيت ضرب النص. ايش قلتي؟ ارجوك ما تساومني يا فتحي حتى ما اخسر احترامي لك. انا عم بدافع عن حقوقك. انا كنت ظني انك رح توقف معنا بمرض ماما وتعتبرها مثل امك. خلص 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 يا سامو، خلص اعطيهم اللي بدك اياه بس خلينا نحن نتجوز بقى. هلي انا نشف قلبي من الانتظار وانا عم بستنى. وليش صارتي القصة اللي عليك عليها؟ خفت من إشو؟ خفت ليكون كاتب اسمي بالرسالة أو حاطط فيها تعبير تدل علي وعلى عائلتنا، فأخذت القصة لأشق الرسالة أحسن ما تصير بضيحة وإذا وقعت بيد حدا عم يستأجر القصص. قريتي اللي كاتب لك إياه؟ ما استرجعت بس شفت الرسالة بقلب القصة. الله يخليكي رابعة ما تجيبي هالسيرة لبابا وماما أو حدا من خواتي. غاليتي عروبة،
صورة وجهك الجميل لا يفارق مخيلتي، أفكر بك باستمرار وأراك دائما في منامي عروسا جميلة في ثوب أبيض. أمل أن يأتي اليوم السعيد الذي أستطيع فيه أن أخطبك من أهلك لتكوني زوجة لي. يا سلام، الأفندي لسه ما فأس من البيضة بفكر يخطبك ويتجوزك. أنا ماني على أفي، ماني على أفي. كل القصائد التي أنظمها هي من وحي حبي لك، وكل الأغاني التي ألحنها وأغنيها مهداة لعينيك الجميلتين. والله كبرتي يا مفعوصة وصار ينكتب فيكي قصايد. وانا ايش ذنبي؟ على ظهر الرسالة آخر قصيدة نظمتها في حبك، اقرأيها وأخبريني إن أعجبتك، عندها سألحنها وآمل أن تسمعيها مني وأنا أغنيها لك على سطح بيتنا. أرجو أن تصعدي أنت أيضا إلى السطح حالما تسمعي عصف العود المخلص لك دائما نديم. الله يعال عشاء آخر زمن. رابعة، أنا ما أعطيتك الرسالة لحتى تبهدليني. إيش تريديني أعمل يعني؟ أطلع معك على السطح لأسمع الأغاني لك؟ لا 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 لا، أنا خايفة ما نعرف إيش أعمل، لسه ما خبرتك. خلاص اتركي الموضوع علي. إيش رح تساوي؟ أنا بعرف كيف أوقف نديم عند حده. أرجوك يا رابعة ما تقولي لبابا. وفينا خلصنا بقى. قلتلك أنا بعرف شغلي مع نديم. شفتك بينك بالقهوة لحالك، قلت أشرب لي كاس شاي معك. ميت أهلين وسهلين أبو وضاح، ميت أهلين وسهلين. الله يسلمك يا عنتر. عيونه بيت يا طيب يا بيت يا طيب يا تمر عندي بيت. اثنين شاي خيو. على راسي أستاذ أيوب. إيه شلون إيدك أبو وضاح؟ جرح بسيط، عملوا لي قطبتين. لعنة الله على السفيف. وما كمشيتوا الشرطة؟ مهزوم، ما بقى له وجه بين على الحارة. لك أنا خوفان من هالكليب اللي عم تعاونوا معه وبساعدوه بتوزيع السم الهاري بالحارة يستمروا بالتوزيع؟ كل ما كمشنا واحد منهم نعمل له قتلة مضبوطة لوقت ما نحرمهم دوسة هالحارة. بارك الله فيك وبأمثالك يا أبو الله. أستاذ أيوب ما ردت لي جواب على طلبي. إن شاء الله خير. والله يا أبو وضاح اوعى تستعجل تقول لا، أنا طمعان أناسبك ومستعد أعمل مستحيل لأرضيكم. والله يا أبو وضاح هالموضوع يعني لسه ما درسناه منيح. أستاذ أيوب نحن أولاد حارة واحدة وبنعرف بعض منيح، والموضوع ما بده دراسة، كلمة رضا منك تخلي كريمتك توافق. طيب طيب مهني لبكرة، أنا اليوم باخد لك من أميرة الجواب النهائي. قل له موافقة. ما تستعجلي يا بنتي. أبو وضاحة مستنى جوابك. يستنى، أنا ما بدي إياكي ترمي حالك على جهزة أنت مانك مقتنعة فيها. بالعكس يا بابا، أنا فكرت كتير وشفت من مصلحتي أني أتجوز أبو وضاح. لك أين مصلحة هاي اللي بتدفعك لتتجوزي واحد أكبر من أبوكي؟ يا بابا أبو وضح ممكن يحقق لي كل طموحاتي. إذا طموحاتك بدها تتحقق على حساب قلبك وشبابك فبلاها أحسن. الإنسان بعيش عمر واحد يا بنتي. أرجوك بابا، أنا أخذ قراري عن قناعة، وإذا أبو وضح بيوافق على شروطي فأنا مستعدة أتجوزه. تفضل تفضل أستاذ أيوب. هون بنحسن نحكي على رواق، تفضل استريح. ايه والله شكرا. تشرب شاي لا قهوه؟ لا لا ما في زوم، انا جاي ابلغك شروط البنت. كل شروطها مقبوله طالما وافقت على الزواج. لا لا الافضل تسمع منيح، بصير ما تقبل فيها. تفضل احكي استاذ ايوب. يا سيدي البنت بدها العرس بعد عيد الضيف. وليش التاخير؟ لوقت ما تخلص تدريبها بصالون التجميل. وإيش رح تستفيد من هالتدريب؟ ما بعرف، هيك بدها. موافق. وبدها مقدم مهرها 75,000 ليرة تقبضها بإيدها قبل العرس. إلا تطمن، حقها بتقبضه على آخر ليرة. أرجوك ما تواخذني يا أبو وضاح،
البنت بدها تقبض مهرها مشان تشتري في بيت صغير تسوي صالون تجميل وتديره هي بنفسها. وليش تعذب حالها؟ خير الله كثير وانا والحمد لله. وبدها اذا اضطرت تبيع مليكها اللي بدك تلبسها اياه لتشتري في معدات واجهزه للصالون، وبتامل ما تزعل منها او تلوم على هالتصرف. انا شايفها مهتمه كثير بهالصالون. يا سيدي البنت ريدة تجعل من دخل هالصالون ضمانة إلى للمستقبل. إلا تطمن بالها، طالما هي بعصمتي فأنا مستحيل أخليها تنضام بإذن الله. إيه الله يحفظك يا أبو وضاح. في شروط تانية؟ ريدة تعرف وين بدك تسكنها. في أحلى من البيت؟ يعني أرجوك ما تواخذني يا أبو وضاح، البنت قالت لي ان ريدة تكتب باسمها البيت اللي بدك تسكنها فيه. بس هالبيت ثمنه الشيء الفلاني. سيدي هذا شرط الاخير، فاذا شفت شروطها غير مقبوله نحن لسه على البر. وحضرتك موافق على هالطلبات؟ بصراحه لا، بس البنت اصرت ابلغك هالشروط وانت حر يا ابو وضاح. بلغها اني موافق. ايه وريدة تعرف اذا وضاح بيضل ساكن عندك في البيت يعني تفصل غرفته عن البيت بحاجز عشان تاخذ حريتها وما تتأيد بلبسها وهو موجود. طلبها حق وبأيده الشرع. بقي شروط تاني؟ لا ابدا. لكن خلينا نقرا الفاتحة على نية التوفيق. قرينا الفاتحة بسرعة. بصراحة يا صالحة أنا ما كنت متصور أبو وضاح يوافق على شروط بنتك، كنت متأكد إنه بيرفض، بس لما قبل أحرجني وما بقى فيني أرفض طلبه. شو يعني؟ يعني خلاص بنتك راي تتجوز أبو وضاح. أنا ما عم بفهم إيش حاب دودو براس هالبنت. بجوز قبلت بأبو وضاح لتساعدك. هلا رقمتها ما راي تكسر الظهر. أنا كنت متمني لأميرة تتجوز واحد من سنة. إذا مالك مقتنع بهالجاز يرفضها، أنت أب ومن حقك. بنتك يا صالحة قطعت علي الطريق، ما تركت لي بإصرارها على أبو وضاح أي فرصة للتراجع أو الرفض. ايش رح تساوي هلا؟ وايش بطلع بايدي اسوي غير ازفها للمجهول اللي ريحت له باجريها. وهم الأراضي
زمن الدوار. حيطان العلقم والصبار والدار الأساس